شركة جيربر للمواد الغذائية، أو خلينا نقول خلطات الأطفال، هذه تعلن نيتها تغيير صورة أشهر رضيع بالعالم. هذا الرضيع يا جماعة من سنة 1928، والعلب هذه تنباع تقريبا في كل جمعيات العالم. صورة هذا الطفل طلع، هذا هو، أو هذه هي، بعد 90 سنة. هذه عمرها الحين 90 سنة. هذه الصورة، وقصة هذه الصورة سنة 1928. صاحب الشركة، أو هو كان شركة تعليب بس، يعلب وبس، جت في باله فكرة أنه والله لا، ليش ما نخلط الخضار حق الأطفال بخلطة معينة ونبيع أكل للأطفال معلب؟ ونجحت الفكرة، ضربت الفكرة، دز انه يا جماعه منو يقدر يصمم لي، او خلينا نقول اللي يبي يصمم شعار للشركه، نبي رسمه للطفل. فقامت واحده رسمت بنت جارتهم سنه 1928. بنت جارتهم هذه اللي كانت هذه رسمتها الحين عمرها 90 سنه، واعلنت الشركه انهم ناويين يغيرون الصوره. فالان حاطين مثل ما تقول تقديم، إذا كان ولدك رضيع ومن عمر من سنة إلى 4 سنوات، قدم ممكن يكون طفلك شعار جيربر.